متى ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز الاحتفال بمولد الرسول؟ أولا خليني أقول لك أنه الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل حسن، فعل ممدوح بإجماع علماء المسلمين، وما في غير شرذمة فرقة متطرفة بدها تمنعنا من الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي محمد ولد نهار الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل. وإذا حدا سألك طب أمتى كان عام الفيل روميا، بتقول له بالسنة 571. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، أبوه للنبي اللي كان اسمه عبد الله مات لما كان عمره 18 سنة، وكانت أمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان اسمه آمنة حامل بالنبي عليه الصلاة والسلام لست أشهر بس. وبمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي قرب وقته، المسلمين بيجتمعوا بيقرأوا القرآن، بيمدحوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يذكرون الله، وبيوزعوا الأكل والطعام على الفقراء والمحتاجين. وكل هالأمور ما بتخالف تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما تخلوا حدا يمنعكم من الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشوقاه يا رسول الله، خلوا هالكلام ببالكم وعلموه لأولادكم.